طيب طبعا خلونا نسال بس احنا نبي نسال يا شباب قبل حتى ننصف يعني مثل ما اخذنا الجوال من علي هادي شباب فيها شفتوا وليد غشش او شيء لان الكاميرا كانت عليه في حال انكم طبعا هي الكاميرا توقع طلعت عليه في حال انه غشش بامكانهم يختارونها حجة وقضية وفي حال ان الان رصدت هذه حصاد السؤال ما في شيء واضح بالنسبة للشباب وبامكانكم ترجعون الى البث المباشر حتاخذونها قضية يلا الطاقية الخامسة لفريق البيرق عطونا الطواقي